تنشكر جلالة الملك محمد السادس ووزير الصحة السير وردي اللي اتصل بي هذا النهار هذا وتكلم معي أنا والوالدة ديالي وقال لي بأنه غادي يتكلف بجميع المصاريف ديال العملية ديالها وحتى من لي كارد اللي كانوا مشدودين لنا من قبل قال لي غادي يردوهم لنا ما يخلصوا حتى شي ريال وهو اللي غيتكلف بجميع المصاريف ويتبع الحالة ديال الوالدة ديالي حتى تصح إن شاء الله. كنشكر صايب سيدي هذا.